سلام الله عليكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم، وخواتم مباركة على الجميع. تقبل الله صيامكم وقيامكم، ندعو الله أن تكونوا في سعادة وسلام دائمين. حلقة جديدة من حيث الإنسان، هذا البرنامج الذي التزم بخط الإنسانية ومضى فيه يحدون الأمل بمشاهدة ممتعة لقصصه الإنسانية والمشاركة في مسابقته والفوز بجوائزه، وها نحن نمضي فيه معكم في الحلقة 26. مشاهدينا الفائزون معنا في الحلقة 24 كانوا هم الفائز الأول موسى حسين عبد القادر بن يحيى من حضرموت، والفائز الثاني بشار عبد الباسط محمد سعيد بجاش من لحج، الفائز الثالث كان عمر علي محمد حسين من تعز. الآن لقصة جديدة من حيث الإنسان. للذين تجاوزوا عتمة البصر وأضاءت قلوبهم الحياة، ممن تجاوزوا عثراتهم وقرروا أن يكونوا أرقاما صعبة لم تكسرها الحياة أو ظروفهم الصعبة والمعقدة، للذين آمنوا أن الإعاقة ليست قدرا وأن النصر أو الهزيمة هي من الداخل، فحولوا خسارتهم إلى نصر. حيث الإنسان يهديهم هذه الحلقة، فتابعوها لنشاهد التفاصيل وتكتمل الصورة. العتمة في القلب، أما الأبصار فقد تعوض إذا ذهبت بنور البصائر. هذا ما تقوله لنا حكاية هؤلاء المكفوفين في مدينة تريم بحضرموت. فقد هؤلاء الثلاثة أبصارهم في أعمار مختلفة، إلا أنهم يتمسكون بحقهم في الحياة والأمل. ما قبل 30 افتقدت النظر بسبب ضعف الشبكية. هذا الأمر يمكن أنا أقول الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، ولعله فيه خير. فقدت البصر وعندي 10 سنوات، وبقيت في البيت حبيس الإدران، ومن ثم بعد ذلك انتقلت إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وإلى المساجد. ذهبت إلى عند الدكتور وفحص النظر فقال راح النظر عليك. بعدت إلى البيت وأنا حزين مكتئب، وحملت نفسي وأولادي، قلت كيف أقودهم وكيف أعيشهم وأنا الحين أصبحت كفيف. تعددت الأسباب والمعاناة واحدة. عندما افتقد النظر افتقد 80% من أصدقائه، حتى يقول الشاعر، يعني كتبت قصيدة في هذا المجال، قلت قالوا لمن وجد البصيرة بالعمى هل أنت مشتاق إلى الأحباب، فأجاب مبتسما بغير تردد لم أفتقد شيئا سوى الأصحاب. الشاهد أنه أيضا أكثر ما يكون الكفيف أنه عن نفسي أنا شخصيا يتعاملون أحيانا معك كأنك مبصر، بحكم أنهم ما يستطيعون أو ما عندهم قدرة في كيفية التعامل مع الكفيف. في مركز تابع لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين يعيش هؤلاء الثلاثة إلى جوار 86 من أقرانهم، بينهم 32 امرأة.
يقدم المركز الذي تأسس في العام 2012 خدماته لتأهيل المكفوفين ودمجهم في المجتمع من خلال الدورات التأهيلية، إلا أنه يعاني من كثير من العوائق كحال المستفيدين منه. الكثير من تفاصيل الحياة تغيب عن أنظارهم، إلا أنهم يحاولون تعويض ذلك من خلال تحسس ملامحها بأصابعهم. تسافر أصابعهم بين السطور، فترى فيها ما لا تراه أعين بعض المبصرين. يفتشون عن أسمائهم في كتاب الأرزاق المقسمة، فتجدهم رغم تقلص فرص الحياة وانزلاق الحظ يوماً بعد آخر من بين أيديهم، يتمسكون بخيط الضوء الأخير في داخلهم حتى لا يسقطوا في خانة الهزيمة ويصبحوا يوماً ما عالة على الآخرين. هؤلاء المكفوفين الذين هم في حاجة إلى العمل والحركة والنشاط، لكنهم ينقصهم الدعم المادي. لا يحتاج هؤلاء الكثير، فقط يحتاجون ليد صديق تعبد ولو جزءاً يسيراً من الطريق الطويل والشاق أمامهم. يحتاجون للخطوة الأولى، ولأجل هذا وجد برنامج حيث الإنسان. كان البرنامج هنا، وكانت حكاية هؤلاء المكفوفين ملهمة بحق، لذا قرر فريق البرنامج إنشاء اللبنات الأولى في طريق قد يجعل من هذا المركز مثالاً في خدمات رعاية المكفوفين. دورة في عمل تصليح المخدات، واكتسبت هذه الحرفة بجدارة، والآن أنا قادر أن أقوم بهذا العمل لوحدي ولا أحتاج إلى مساعدة من أحد، والشيء الوحيد هو بحاجة له هو الدعم من أجل شراء بعض المواد الأساسية حتى أقوم بمزاولة هذا العمل، وأنا أعتمد على نفسي وأنا أكل من كسب يدي. قرر فريق البرنامج إنجاز مشروع لأربعة من المكفوفين في المركز بحسب المجالات التي تدربوا عليها أو يجيدوها. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. أحد جدران العتمة التي كانت تحيط بعالم هؤلاء الأربعة تم اختراقه الآن. سيعود هؤلاء المكفوفون لممارسة حياتهم بشكل أفضل. سيمول البرنامج مشروعاً مكوناً من أربعة أجزاء. الأول وهو عبارة عن مكتبة لبيع القرطاسيات والمستلزمات المكتبية، سيديره عبد الله. فيما سيكون لدى عمر محل تعبئة عصائر، وهي المهنة التي كان يعمل فيها من قبل. المشروع الثالث سيكون أدوات تجليد وتغليف الكتب القديمة، وسيعمل عليه عدنان. أما المشروع الرابع فسيعمل فيه سعيد لصناعة الوسائل.
قطرة خير قد تحدث في العتمة نور قد تجعل لليل ضمير قد تبقي فينا الإنسان الآن باكتمال هذا المشروع لبى احتياجات البيت وأصبحت أقتات من هذا المكان فجزاهم الله خير فتحوا لنا هذا المكان يعود إن شاء الله علينا وعلى أسرنا بالنفع فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أعتمد على نفسي في حياتي المعيشية والحمد لله. جميع هذه المنتجات يحتاج لها السوق وعملنا لهم نقطة بيع لبيع منتجاتهم فيها. مشاريع قد تراها أعين البعض صغيرة لكنها في بصيرة هؤلاء عصاهم التي يرفعونها في وجه الحياة كلما رفعت حاجزاً بينهم وبين أحلامهم. إذن مشاهدينا فقط وفقط كل ما كان يحلم به عبد الله وعمر وعدنان وسعيد هو امتلاك مصدر للرزق يمكنهم من العيش باستقلال. الإنتاج والعمل والعطاء هي المعاني الحقيقية للحياة. إن الأعمى ليس من لا يبصر بل من لا نبصره، ولا عمى أسوأ من أن لا يلاحظ أحدهم وجودك. والأصعب على الإنسان من أن يتلاشى ويذوي منكفئا على إعاقته دون أن يشعر به أحد. لكنهم أبطال قصة الليلة قرروا أن يكونوا رقماً في الحياة واحتلوا مواقعهم وأصبحوا ناساً منتجين. وكم من مبصرين قليلي الحيلة عاطلون عن الحركة والعمل. نظروا إلى الحياة من القلب، وأحياناً رؤية القلب أصدق من نظر العين. إنه التصالح الداخل الإنسان مع نفسه ومحيطه لتجاوز عثرته. المعاقون بصرياً ممن فقدوا القدرة على استخدام حاسة البصر. تقول المعلومة أن 400 ألف شخص مصاب بفقدان البصر، فيما يبلغ عدد من يعانون من ضعف الإبصار قرابة 900 ألف شخص. للمعاقين عموما تجاربهم الخاصة وحياتهم الخاصة وعثراتهم الخاصة وأيضا حقوقهم الخاصة، ولكن الأكبر من كل هذا وذاك أن للمعاقين قدراتهم الخاصة، وهو ما آمن به برنامج حيث الإنسان وسعى لإسنادهم فيه. لدينا من ذوي الإعاقة البصرية ممن حاولوا التغلب على المشكلات التي تواجههم في الحياة ومحاولات الحصول على وظيفة أو تعليم أو مصدر دخل، فهل بالإمكان فتح آفاق أوسع لمثلهم وأن نخاطب أنفسنا لرؤيتهم؟ تابعنا تفاصيل قصة الليلة وركزتم بالتأكيد في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا مشاهدينا من الإجابة على سؤال حلقة الليلة. وإليكم السؤال: كم عدد المستفيدين من المشروع؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 5 مكفوفين، الاختيار الثاني 4 مكفوفين، الاختيار الثالث 3 مكفوفين. إذن مشاهدينا عليكم اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الظاهرة معكم على الشاشة وإرسالها على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج والظاهرة معكم على يمين الشاشة. مشاهدينا الوقت المتاح للمشاركة معنا والإجابة على أسئلة أو سؤال حلقة الليلة يستمر حتى 5 من عصر الغد.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إلى لحظة إعلان أرقام الفائزين معنا بسؤال حلقة الأمس، أهلا بكم مشاهدين الكرام. والآن سنقوم باختيار 3 فائزين ممن أجابوا بشكل صحيح على سؤال حلقة 25، وكان السؤال يقول: كم عدد شتلات اللوز التي تمت زراعته؟ وكانت الاختيارات 3 هي: الاختيار الأول 500 شتلة، الاختيار الثاني 400 شتلة، والاختيار الثالث 350 شتلة. الإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 1، إذ يبلغ عدد الشتلات 500 شتلة. والآن سنقوم باختيار 3 فائزين، ولكل فائز مبروك مقدما 100,000 ريال يمني مقدمة من برنامج حيث الإنسان. بسم الله، نختار الفائز الأول، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. إذن مشاهدينا، الآن سنختار 3 الفائزين كما ذكرت، وما زالت لديكم فرص للفوز معنا فيما تبقى من حلقة برنامج حيث الإنسان حتى نهاية شهر رمضان المبارك. يوميا قصة جديدة وتفاصيل جديدة أيضا، من خلالها وبالتركيز على هذه التفاصيل تكون لديكم فرصة للفوز معنا بجوائز البرنامج المالي. الآن سنقوم باختيار 3 فائزين، ونبدأ بسم الله باختيار الفائز الأول. إذن مبروك للفائز الأول صاحب الرقم 773247868، مبروك للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة معنا. الآن نختار الفائز الثاني أيضا، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. مبروك إذن لصاحب الرقم 730564069، مبروك لصاحب الرقم لأن الظاهر على الشاشة أيضا 100,000 ريال. الآن نختار الفائز الثالث، وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال. مبروك لصاحب الرقم 739095065. إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا جوائزهم المالية، سيتم التواصل معهم وإرسال الجوائز المالية حيث ما كانوا في أي محافظة يمنية. مبروك للفائزين، وأذكر مشاهدينا الكرام بإمكانكم الفوز معنا أيضا فيما تبقى من حلقات حيث الإنسان. يوميا لدينا 3 فائزين، فقط ما عليكم سوى إرسال رقم الإجابة، فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 دون أي إضافات لأحرف أو كلمات أو أي تفاصيل أخرى، فقط أرسلوا رقم الإجابة على أرقام الواتساب الخاص في البرنامج. وتم من بدأ من حلقة الأمس إضافة رقم آخر حتى تتاح الفرصة أكثر لمشاهدي قناة بلقيس ولمتابعي برنامج حيث الإنسان. الآن أذكركم مشاهدينا بالثلاث الأرقام الفائزة وتشاهدونها على الشاشة. إذن مبروك للأرقام الثلاثة الظاهرة على الشاشة، جوائزهم المالية وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وكانت القصة التي عرضت فيها اليوم من حضرموت قصة مميزة بتميز أبطال هذه القصة عبد الله وعمر وعدنان وسعيد. أذكركم الآن بشكل أخير بسؤال الحلقة، وأنا تعمدت أن أذكر الأسماء حتى أقدم لكم نوع من المساعدة حتى تتمكنوا من الإجابة على السؤال. وسؤال الحلقة يقول: كم عدد المستفيدين من المشروع؟ والاختيارات الثلاثة هي: هل 5 أم 4 أم 3؟ هم بالتأكيد أبطال قصة الليلة، لهم كل التحية والاحترام والتقدير، وأتمنى لكم مشاهدينا حظ سعيد للفوز والإجابة بشكل صحيح على السؤال، وأعتقد أن السؤال سهل وبسيط. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا المساء من برنامج حيث الإنسان. غدا حلقة جديدة وقصة جديدة من محافظة من محافظاتنا اليمنية، نلقاكم غدا وتفاصيل قصة أخرى وجوائز مالية أيضا وفائز جدد في برنامج حيث الإنسان. في أمان الله.
وبعض الأحزان أن نمسح دمعة حرمان أن ننقذ قدر هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.